طيب بالظبط. يعني ايه فكرة بقى انه الورد الطبيعي بتستخدميه في اكسسواراتك وبتستخدميه كعلاج؟ اوكي، اولا في مصطلح اسمه بوتانيكال. بوتانيكال يعني علم النباتات. انا بشتغل حاجة اسمها بوتانيكال رازن ارت. علم النباتات ده طبعا علم واسع جدا. انتي متخرجة من ايه اصلا يا مدام؟ ارت اند ديزاين جرافيكس ميجر. بعد ما اتخرجت انا قعدت سنة بشتغل فيها ارت تيتشر، وبعد كده قعدت سنة جاب يير تاني. كنت بقى مش عارفة اعمل ايه، اكمل جرافيك ديزاينر ولا ارت تيتشر ولا اعمل بيزنس ليا. هي مدعومة بالدراسة، مش مجرد موهبة جاتلك كده اكتشفتيها بالزبط. فترة من فترة. بالظبط. وكنت كمان دايما بحب في دراستي ان انا اشتغل حاجة بايدي يدوية. ما هو ده العلاج بقى اللي احنا بنتكلم عنه، زي ما قلنا في المقدمة، الشغل اي حاجة بالايد ده علاج خطير من الاكتئاب. بالظبط بالظبط. اول حاجة طبعا شق الهاند ميد ده نفسه، ده شق فعلا علاجي جدا. انا بعد لما قعدت افكر في ايه البيزنس اللي انا ممكن عايزه اعمله، زي اي بنت في الدنيا بتحب الجولري. اوكي، فازاي بقى في وسط مليون شخص في مصر بيصنعوا جولري بطريقه هايله، هاو تو ستاند اوت، ازاي ان انا اقدر. طب ايه اللي خلاكي تروحي تحديدا للاكسسوارات وتستخدمي الورد الطبيعي فيها زي ما احنا شايفين؟ فكره بقى ان انا بالظبط عايزه اعمل برودكت متميز بس يتميز في السوق. ف شوف حسن بصي مبسوط بحاجتك ازاي هو بيتفرج. لا ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هنتعاون مع بعض. ايوه عينيا الاثنين. انا بحب الورد الطبيعي جدا جدا، وبدخله اي حاجه طبيعيه بحبها وبدخله. وتحديدا البلدي صح؟ بحب الورد البلدي تحديدا. ده انا هعمل منه كمان ملبن. كمان ان شاء الله بالورد الفريش. قولي لنا عاملاه زي مادونا بليز. ممكن اجيب صينيه؟ التري الصينيه. هو الفكره كلها في ان انا بجفف ورد. انا عندي طريقتين ان انا اجيب الورد، يا اما اروح اجيب الورد، وده على فكره ده ثيرابي. حلو قوي. بنزل اجيب الورد اللي واقع في من الشجر ومن من الشجر. عشان ليه اوقات معينه في اي الورد وقت لما يقع من الشجر. في اي وقت في اي وقت لما بمشي في اي جنينه بيبقى في ورد واقع، زرع واقع. عموما انا صباح الورد. الشيف حسن اصله بيحب الورد قوي. هو بيتفرج اصلا على ايوه على التري. ف انا بحب فعلا ان انا انزل اولا الملم الزرع، اي زرع، اي شكل زرع. في شهر يعني في شهور معينه في السنه تكون الورود فيها موجوده. بالظبط. اولا احنا الخريف دلوقتي، انا معايا حاجات دلوقتي. احنا خريف دلوقتي. ايه اللي بينزل بقى من الشجر؟ بالظبط. هو بقى الخريف بيتميز بالالوان والتكستشرز. يا ريت تورينا. اهو اولا بيبقى الالوان كلها مديه، الالوان الاورنج والاصفر والاخضر الفاتح. انت مش لابسه ليه منهم؟ لا انا بلبس منهم طبعا، هم بيليقوا على اوتفيتس كتيره جدا. بالعكس، ده انا من ضمن البرودكتس اللي انا عايزه اتكلم فيها ان ده الحلق ده حلق مميز جدا بالنسبه لي. انا بعد ما خلصت فكره ده التطور بتاع بعد ما خلصت فكره الرازن، ان انا ابريزيرف فيه النباتات والورد المجفف. عشان ده لايق عليا. معلش. ايه ده انا بقلع الحلقه يا لميس. هنتخانق على الحلقه. هنتخانق. خدي فرده وانا فرده. قلعت الحلقه. انت فرده وانا فرده. ما اجيبه بس قلت على الحلقه الاول. في واحد تاني نشترك فيه. لا انا عايزه الريزن ده. سالتك قبل الهوا. خدي فرده وانا فرده. جبتي الورد ازاي؟ لا والله لا انت لابسه الفرده التكييف. اولا لازم تتخانقوا على الحلقه هم الجوز. خد خليك معايا، مالكيش دعوه. اوكي هقول ازاي نجفف الورد. ماشي. اولا هقول السؤال بتاع الشيف حسن قبل ما اقول البرودكت. خلوهم في الحلقه. ماشي اتفضلي. الورد بجففه، لازم الورد يتجفف قبل ما يتحط في الرزن، عشان طبعا الميه اللي بتبقى جوه الورد لو اتحطت جوه الرزن وهو لسه موجود فيه الميه هيدبل جوه الرزن وهيتحول للونه، مش هيبقى حلو. بالظبط. لازم يتجفف تماما من الميه. بصي عامل ازاي؟ بعد ما بتجفف ناخد لقطة واحدة كده. فبعد ما بيتجفف من المية، هو بطريقة سهلة جدا انا بجيب الوردة او الزرع او اي حاجة جديدة واحط بين ورقتين. تحفة. ورق زبدة ولا ورق سلوفان؟ ورق زبدة. مشتركين في حلقة واحدة. واحط عليهم كتابين تقال. حاجة تقيلة. بالظبط. واسيبهم لمدة. بنعمل بسطرمة. بالظبط. بسطرمة ايه؟ بستني بس على بتتكلم في الورد دلوقتي. مبروك عليك الحلقة. كملي يا استاذ. بالظبط. وبعد كده بنحط كتابين تقال لمدة اسبوع او اسبوعين. بس وبلاقي كل النباتات وكل الورد اللي انا حطيته اتجفف.
بعد كده البروسيس اللي انا بعملها ده الحلق ده تطور الافكار بتاعتي من بعد ما انا عايزه اجفف ورد واحطه في الرزن، ان انا عايزه اصنع انا اسكالبت انحت شكل الورده. فبجيب الورد البلدي الورق نفسه بتاع الورد البلدي وبحط من جواه العجينه نفسها وبيدي التكستر والشكل ده. الله. طب وهل